أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أغلقناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه
قال موسى لفتاه وإذ قال موسى لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا سفرنا هذا نصابا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما سبيله في البحر عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. اتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنت فارتدى على آثارهما قصصا. فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا
عبدا من عبادنا قال له موسى 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 هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ولا أعصي لك أمرا
منه الذكرى فانطلقا شيئا إمرا صدق الله العظيم. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا أهل قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها لو شئت لاتخذت
أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم. أما السفينة فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأما الجدار وأما الجدار
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين صدق الله العظيم ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فأتبع سببا فأتبع سببا فأتبع سببا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض فأتبع سببا فأتبع سببا
الناس وجدها تقرب في عين حامئة ووجد عندها قوما حتى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندك قوما قلنا يا ذا القرنين إما صدق الله العظيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندك قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم والله لقد صدق القائل زهى النار لما تجلت آية الهدى وأدت زهور السعد خطا موردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحسن تيها ونشوة وصار لسان الحور درا منضدا تغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا
وغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين مستين للتلاوة، تلاها على مسامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ بمصر والعالم الإسلامي، هو القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة دمنهور محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية، هو الإنارة الكهف الربعية والمعرض الفني، ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف أولاد الحاج محمد خشب، إدارة الباشمهندس إبراهيم خشب المقيمين بإصلاح أبو حجاج. أما المحل الثاني بقرية أبو سنعة في العامرة. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.